الأمر خطير يا إخواني، لأنه قد يصل إلى الحد الذي صوره أحسن تصوير فيما أعلم عالم النفس البريطاني الاجتماعي، عالم النفس الاجتماعي البريطاني الشهير تاجفيل. ماذا قال تاجفيل؟ قال لو أن تاجفيل قال لو أن أحدنا جاء واعترف أمام الناس بأنه في الأسبوع الماضي قتل اثنين، قتل اثنين من أجل مصلحته الشخصية أو مصلحة أسرته النووية، زوجته وأولاده، قتلت اثنين، قال لن نجد خلافا حول اعتداده، يعني عدي، حول عده مجرما من المجرمين، لا بد أن يأخذ جزاءه العادل، يعني يلقى جزاءه العادل. أكيد قتلت اثنين من أجل مصلحتك ومصلحة أسرتك، أنت مجرم. شوف المفارقة، شوف المفارقة الحقيقية. يقول إيه تاجفيل، ولكننا لو وجدنا شخصا اعترف على نفسه إقرار، الإقرار سيد العدل، بقول لك مع أنه هي حجة ناقصة، اعترف على نفسه بأنه قتل أو أعان، يقول تاجفيل، في الأسبوع الماضي على قتل 2000 من البشر. انتبهوا، هذا اللي بيصير عندنا في بلادنا اليوم، مش اثنين، 2000، 2000 قتل هذا المسجد 3 مرات، قتلهم أو ساعد أو حرض أو أمر أو أذن بقتلهم من أجل مصلحة جماعته الحزبية أو العنصرية أو اللغوية أو السياسية أو العشائرية أو إلى آخره. قال أقل ما يقال فقط في المجتمعات، أو هو قال بالذات في مجتمعات معينة، متواضع شوية الرجل، مش حاب يقول عنا إحنا هي الغربيين، إحنا برئنا من لوثة هذه العنصريات على الأقل بعد الحرب العالمية الثانية، مش قبلها بكثيرها. برئنا يعني، أو مش براءة كاملة. في هذه المجتمعات ستعتبر هذه جريمة حقيقية أفظع من الأولى، لكن في معظم المجتمعات الأخرى سيسكت عن هذا ويغض عنه الطرف. أنا أقول لكم لا لا لا، في مجتمعات معينة للأسف، منها مجتمعات عربية الآن ومسلمة، هذا يشجع، يشجع ويبارك يا إخواني، بالعكس هذا يصور للناس على أنه طريق معبد إلى الجنة بمقدار ما تقتل أكثر منهم لعنة الله عليهم، بتكون طهرت البلد أنت منهم، من الأوباش والأنجاس والملاعين. والله غريب يا إخواني، في هنا تساؤل فلسفي، هل ممكن إن القيم تتفاوت هذا التفاوت، تزدوج هذه الازدواجية بحيث يعرضوا القتل مرة جريمة ومرة عبادة وقربة ووطنية وشرفا، فقط لأنه مرة بتم باسم إيه شخصي ومرة بتم باسم جماعة؟ ممكن هيك يصير؟ مش معقول. واحد يقول لي ما الحرب؟ أنت تتكلم بأي منطق يا عدنان؟ ما الحرب؟ وأنت مسلم ودينك دين حرب، وفي حرب وقتال وقاتلوهم والسيف والجهاد وأخرجوهم. أقول لا والله، لا والله، هذا الدين، والله هذا الدين كفى، كفى افتراء علي، أقسم بالله كفى افتراء. وعلى فكرة في رؤوس المفترين على هذا الدين علماء هذا الدين، يجب أن يكون واضحا. واحد يقول لك كيف؟ أنا أقول لك اقرأ القرآن من أول إلى آخره، لكن قراءة نسقية بمنهجية صارمة علمية. أنا أقول لك ستعجز وستفشل 100 مرة أن تبني نظرية تقول القرآن يبيح، مش يأمر حتى، يبيح العدوان على الناس، مش مستحيل. والله القرآن ولا مرة عملها بفضل الله عز وجل. القرآن ها، سيبني من الفقهاء، قال لك فقهاء، سيبني منهم الآن، مع احترامنا للكل، سيبني من الفقهاء، ستفشل. القرآن من أوله إلى آخره يا إخواني لا يمكن أن يساعدك على بناء مثل هذه الفرضية الباطلة، أنه يسمح لك أن تبدأ بعدوان على الناس. عدوان ليه؟ مرة تأخذ أموالهم تدفعهم الجزية، ومرة عند بعضهم الدين ما انتصر ولا انتشر إلا بالإكراه، تدخلهم في الدين، نقول له يا أخي لا إكراه، قال لك مش مشكلة، نكرهه في البداية وبعد ما نكرهه في فوائد جمة. أسلوب صبياني له، بعد أن يخالط المسلمين ويلابسهم تظهر له محاسن الدين، فربما هدى الله قلبه، عجب ربك من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وانسب إلى محمد عاد، حديث في البخاري، انسب انسب على فكرة هذا الحديث أنا ما عنديش مطعم فيه، لكن هذا الحديث يتحدث عن وضعية مختلفة تماما. ما هي هذه الوضعية؟ أنه فعلا إنسان يأتي يعتدي على إيه؟ على المسلمين فيردون عدوانه فيقع في أسرهم، أسير هو، فيرى من حسن معاملتهم. على فكرة هم ما قتلوا ولا بدأوه بالعدوان، أليس كذلك؟ عشان يقول هم قاتلوا عشان يدخلوه في الإسلام، هذا كذب يا أخي، لكن هو قاتلهم فردوا عدوانه فوقع في أيديهم أسيرة، فلما رأى حسن معاملتهم دخل الجنة، فعجب ربك لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هذا المعنى الصحيح للحديث، لكن ما تقول لي معنى الحديث أنه إذن بأن نبدأ الناس بالعدوان لندخلهم
في ساحة الإسلام حين نأخذهم أسرى أو نذبحهم بنوردهم على جهنم بسرعة من أقصر طريق على الشمال. مش معقول، مش معقول. فالقرآن لا يقول هذا، انتبهوا، القرآن لا يقول. ولذلك القرآن لا يقول لك ذبح الآخرين في ساحة الحرب عمل أخلاقه جميل إلا حين يكون أخلاقيا. ومتى يكون أخلاقيا؟ حين يكون صدا لروحهم، روح الذبح أيها الإخوة، روح الدمار والخراب التي تريد أن تجعلني أنا ضحية، أنا وأولادي وأهلي وبلدي. لا لا، يجب أن أدفع عن نفسي. ذكرت لكم أكثر من مرة فيلسوف التسامح الكبير والمجتمع المفتوح كارل بوبر، ماذا يقول بوبر؟ يتحدث عن عبثية اللا تسامح. متى؟ متى؟ بالتسامح نفسه. التسامح هو الذي يعطي اللا تسامح مجالاً لكي يعبث ويعربد. كيف؟ يقول لك التسامح، أنا سأتسامح مع الكل كما قلنا بغير تأكيد على ضوابط قانونية وضوابط أخلاقية حتى كونية، مع الكل. يعني إيه؟ مع تجار الأعضاء البشرية، ومع خاطفي الأطفال والنساء، ومع الإرهابيين، ومع العدوانيين، أتسامح مع الكل. يقول هذا سيجعل إيه؟ اللا تسامح يعربد ويعبث ويعيث في الأرض إيه؟ فسادا. رنموك يعني رنموك يعيث في الأرض فسادا. كيف طيب؟ طبعا قال لأن اللا تسامح حينئذ سيقضي على المتسامحين وعلى التسامح نفسه، ويبقى اللا تسامح في هذا العالم. لذلك الشاعر الإيطالي جوزيبي في القرن الثامن عشر ماذا قال هذا الشاعر الساخر؟ قال لو كنت بابا فقط لبعض الوقت، أنا أكون البوب يعني تبعهم في الفاتيكان لبعض الوقت، لجعلت الغضب من الأسرار الكنسية المقدسة. أحياناً قليم الغضب، يلزمنا قليم الغضب لكي ندافع. باسكال يقول العالم والتاريخ يثبت هذا، تحكمه القوة وليس العدل. وأيضاً هذا باطل لدينا، بالعكس، لماذا لا تحكمه القوة العادلة؟ ما في يعني ما في أمل أن تكون قوة وعادلة يا إخواني؟ بس مش العدل وحده ويمشي على رجلين، لا، القوة العادلة. على كل حال هذه عبثية اللا تسامح. للأسف ضاق من الوقت، نحن اليوم صوم أو يعني صائمون، لا بد أن نريح أنفسنا قليلاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إخواني وأخواتي.